طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، سكان في عدن يخرجون أسرتهم للنوم في الشارع. صحيفة أمريكية تقول ميليشيا الحوثي ترفض توسلات الأطباء بنشر المعلومات حول كورونا. ومن الأخبار المنوعة، دراسات علمية، إن أردت أن تكون سعيدا ساعد الآخرين. خرج أهالي في عدن أخرجوا أسرتهم للنوم في الشوارع. وفقا لعدن الغد، فإن انطفاء الكهرباء أجبر سكانا في المعلى إلى ترك المنازل والبقاء في الشارع، وفقا لموقع عدن الغد. صورة محزنة من عدن. وقال الموقع: افترش المئات من أهالي مدينة عدن الطرقات ليلة البارحة عقب انقطاع واسع للتيار الكهربائي. افترش المواطنون الشوارع العامة وناموا فيها في مشهد نادر الحدوث. ولم يحدث أمر هكذا إلا مرتين، الأولى كانت في حرب 1986 والثانية حرب صيف 1994. وفي حي المعلى العريق أخذ مواطنون أثاث منازلهم وتوسدوه وسط الشارع العام، وتعاني عدن تدهورا مريعا في خدمات التيار الكهربائي. وفي عدن أيضا، قال مصدر طبي إن العشرات ممن يعانون من أمراض الضغط والسكري والقلب مهددون بالموت في المدينة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وعنونا موقع المصدر أونلاين: عشرات المرضى مهددون بالموت في عدن نتيجة انقطاع الكهرباء، واحتجاجات تندد بإدارة الانتقال والشرعية والتحالف. وقال الموقع إن العشرات من السكان في مدينة عدن تظاهروا في مديريات التواهي وخور مكسر والمعلى احتجاجا على تردي خدمة التيار الكهربائي، فيما تتجاهل سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على المدينة تتجاهل توضيح أسباب تدهور الخدمات. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي، وحملوا التحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية مسؤولية تدهور الملف الخدمي في العاصمة المؤقتة. وتراجعت الخدمات في المدينة إلى الحد الأدنى منذ إعلان قرار المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، إذ بلغت عدد ساعات تشغيل الكهرباء مؤخرا ساعتين مقابل أكثر من 5 ساعات انقطاع في بعض المديريات بعدن و6 ساعات في مديريات أخرى، فيما تراجعت خدمة المياه مع تضرر أغلب محطات ضخ المياه وخطوط التوصيل في المدينة. قال وزير الصحة في حكومة ميليشيا الحوثي إنهم يجرون أبحاثا للحصول على دواء لمواجهة فيروس كورونا في بلد ليس فيه مختبرات ولا باحثين متخصصين في الإنتاج الدوائي. ولكن السؤال الأهم: على من سوف يجري الحوثيون أبحاثهم؟ من هم الناس الذين سيجرب الحوثيون الدواء على أجسادهم؟ مروان الغفوري يكتب عن ما قاله طه المتوكل مضيفا في مقال تنشره بالقيس. كطبيب، أكثر جملة أفزعتني في الأيام الماضية وملأتني بالرعب هي تلك التي دفعت الآلاف منكم إلى القهقهة، حين قال طه المتوكل إن الأطباء من جماعته يجرون دراسات علمية واعدة ومستفيضة حول علاج كورونا. هذا الاعتراف مضافا إلى ما يتراكم من شهادات ومعلومات مهربة يطرح أسئلة غاية في الخطورة: ما هي هذه الدراسات؟ ما العلاجات التي تجريها؟ من يقود الدراسات؟ على من تجرب؟ ما هي المراكز التي تجرى فيها هذه الدراسات؟ في أي طور تجرى الدراسات؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع؟ كم عدد المرضى الذين تلقوا العلاجات التجريبية؟ هل انتقلت الدراسات من مرحلة اختبار الأمان إلى اختبار الفاعلية كما يلمح طه المتوكل؟ الحقيقة كما نأخذها من فم طه المتوكل أن جماعته تجرب علاجا على الناس ولا تفصح عنه. هل ستساهم هذه التدوينة في نشر المزيد من الفزع؟ الجواب للأسف نعم. وما هو أسوأ من كتابتها أن تعترف السلطات الحوثية من خلال أهم مسؤوليها بتجريب عقار سري على الناس في دراسات واعدة ومستفيضة لا يعرف عنها المجتمع الطبي المستقل شيئا. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن وفيات كورونا في اليمن، متحدثة أن الحوثيين الذين يخفون أعداد الوفيات والإصابات يفاقمون تفشي الوباء. وقال تقرير الصحيفة الأمريكية والذي ترجم لصالح موقع يمن مونيتور إن عدد الأشخاص الذين يمرضون ويموتون بعد أن واجهوا صعوبة في التنفس يزداد،
وعنونت الصحيفة: كورونا ينهك اليمن المحطم. قال التقرير لنيويورك تايمز إن إنكار تفشي المرض في الشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين وغياب سلطة واضحة في الجنوب المنقسم تسبب في إعاقة أمل في الحد من انتشار الفيروس. أفادت الصحيفة إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات غير مجهزين للمواجهة، والشعب مشوش ولا يعرف ما هي الجهود المبذولة للمكافحة. ما زاد من تفشي الوباء وفقا للتقرير فأن هناك شائعات بأن المرضى يتعرضون للقتل الرحيم في المستشفيات، مما تسبب في تخلي الكثير من اليمنيين عن العلاج. وقالت الصحيفة الأمريكية إن موظفي وزارة الصحة يتوسلون إلى كبار المسؤولين نشر الأرقام الحقيقية حتى يفهم العاملون الطبيون في الطوارئ خطورة التهديد بشكل عام، لكن الحوثيين يرفضون. وقال يوسف الحاضري المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في مقابلة: لسنا مضطرين للالتزام بما يريده العالم منا. فرحة العيد في مدينة عدن كما تقول صحيفة الشرق الأوسط كانت غائبة بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، بيد أنها لم تكن الغائب الوحيد، إذ زاحمها تردي الخدمات بشكل عام وانقطاع الكهرباء بشكل خاص لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم الواحد، وذلك الانقطاع حول حياة الناس إلى جحيم لا يطاق. يعتقد سكان في عدن أن الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي أعلن ما أسماه الإدارة الذاتية زاد من تردي الخدمات، فيما تتركز اهتمامات الطرفين على المواجهات الدائرة في محيط أو في محافظة أبين القريبة وسط مخاوف من أن تقترب من المدينة. شواطئ المدينة التي كانت تزدحم بالآلاف في عطلة نهاية الأسبوع وتتضاعف الأعداد مع حلول الأعياد بدت شبه خالية من المرتادين صباحا، باستثناء الباحثين عن نسمة هواء باردة وسط قيض الصيف الذي يلهب جلود السكان. حديث السكان عن الكهرباء وسوء الخدمات يملأ مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة للندب والغضب من سوء الإدارة أو لتبادل أسماء الوفيات وضحايا فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا وغيرها. الربيع العربي الملهم في أمريكا، تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في العربي الجديد وجاء في أجزاء من المقال. لم تزعجني تلك اللافتة التي تنقلت وسائل إعلام أن متظاهرة أمريكية رفعتها وتضمنت عبارة لسنا عربا لتقتلونا ونسكت. يمنح تداول لافتة كهذه إقرارا بالقوة الأخلاقية والقيمية الهائلة للربيع العربي الذي صار ملهما للوجود الإنساني كله، هي الكرامة الإنسانية، مطلب كل إنسان في هذا العالم المتوحش تسكنه تاف الحناجر باختلاف اللغات واللهجات ولون البشرة، لتذكر البشرية بالبدايات، بدايات الانتقال من الغابة إلى المجتمع البشري بعد سلسلة من النضالات التي خاضتها الجماعة البشرية، كان التجلي الأبرز لها في ثورة مارتن لوثر كينج التي بدأت خطواتها الأولى في شتاء عام 1955 في مدينة مونتجيمري، حين دافعت سيدة سوداء عن حقها في مقعد بحافلة لنقل الركاب أرادوا انتزاعها منها لمصلحة راكب آخر من البيض، فحضرت الشرطة وألقت القبض عليها. من هذا الموقف افتتح لوثر كينج مسيرة الثورة بحملة شعبية لمقاطعة شركة النقل، توجت باحتفاله مع غيره من المناضلين بركوب حافلة مختلطة بعد عام من الكفاح، وكان ذلك موعد تدشين زعيم جديد ومناضل حقيقي من أجل الإنسانية. لتعرف الولايات المتحدة في عام 1963 من النضال المتقطع أول ثورة شعبية يقودها السود شارك بها نحو ربع مليون إنسان، كان من بينهم 60,000 من البيض وصلوا إلى النصب التذكاري للمؤسس إبراهام لينكولن، مسجلين أكبر تظاهرة من أجل الحقوق المدنية في التاريخ. هناك ألقى كينج خطبته الخالدة لدي حلم، والتي صارت أهم من الدستور الأمريكي ذاته، ليصدر بعدها قانون حماية حقوق التصويت الانتخابي الفيدرالي، أهم منجزات الحرب على التفرقة العنصرية. بالنظر إلى جذور ومنطلقات الربيع العربي قبل 10 سنوات من اللحظة الأمريكية الراهنة، ستجد آثاراً لنضال مارتن لوثر كينج، حيث قيم المساواة والعدالة والحرية هي مطلب انتفاضات البوعزيزي تونس وخالد سعيد مصر وما بدأ في درعا السورية وليبيا واليمن.
هناك خبر انتشر بشكل واسع خلال 24 ساعة الأخيرة وحاز على صدى واسع، وأوضحت صحيفة العرب الجديد والتي نقلت عن مسؤول يمني قوله أن الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية حول وجود تدخل إرتيري في جزيرة حنيش اليمنية غير صحيحة. وأضاف وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدة على تويتر: جزر حنيش وزقر تحت سيطرة قوات خفر السواحل اليمنية بقيادة العقيد عبد الجبار زحزوح قائد قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر، ولا صحة نهائيا لما يتم تداوله لأي تدخل أو تواجد من قبل القوات الإرتيرية فيها. مصادر في خفر السواحل اليمنية أكدت أن ما حصل هو اعتداء من خفر السواحل الإرتيرية على عدد من الصيادين اليمنيين قبالة المياه الدولية اليمنية. طيلة الفترة الماضية شكت منظمات حقوقية يمنية من احتجاز القوات الإرتيرية لعشرات الصيادين بحجة تجاوز منطقة الصيد المسموح بها والوصول إلى المياه الدولية الخاصة بهم. تخضع جزيرة حنيش ومعها جزيرة زقر لسيطرة القوات الحكومية منذ ديسمبر كانون الأول 2015، لكنها أواخر عام 1995 تعرضت لاحتلال إرتيريا مدعية تبعية الجزيرة لها. عادت الجزيرة إلى السيادة اليمنية في نوفمبر عام 1998 بعد 3 سنوات من النزاع الدولي، حيث أقرت إرتيريا بعدها بتبعية الجزيرة لليمن وانسحبت منها. الحلم الدكتاتوري، تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال الكاتب في جزء من المقال: لا يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بالأنظمة الدكتاتورية وزعمائها، ولا يخجل من إعلان رغبته في تجربة الأنظمة الشمولية في الولايات المتحدة. قالها صراحة عن طريق مزاح حين أقر مجلس الشعب الصيني في مارس آذار 2018 استمرار الرئيس شي جين بينغ في الحكم مدى الحياة، حينها اقترح ترامب بأن تحذو الولايات المتحدة حذو الصين قائلا إنه أمر رائع وربما سنضطر إلى القيام بالخطوة نفسها في يوم من الأيام. وما فسر في ذلك الوقت مزاحا أعاد ترامب تكراره بطريقة ثانية لدى تبرئته في فبراير شبراط من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون إلى عزله، إذ سارع ترامب بعيد التصويت إلى نشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه عبارة ترامب إلى الأبد. وظهر ترامب في مقطع الفيديو واقفا بينما تتواتر أمامه لافتات تتعلق بإعادة انتخابه وتحمل أرقاما لعقود عديدة قادمة ثم قرون، وينتهي المقطع برسالة ترامب إلى الأبد. حتى أن الرئيس الأمريكي لا يتوانى عن إبداء إعجابه بالزعماء الدكتاتوريين، وهو الذي سعى إلى مصادقة حاكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتقاه وأغدق عليه المدائح، وهو الذي وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بديكتاتوري المفضل قبيل لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا أغسطس آب من العام الماضي. إن كنت تعاني من بعض عوارض الاكتئاب والقلق فقد يكون العلاج أبسط مما تتصور، فقد أظهرت الدراسات أن تقديمك يد العون للآخرين يساعد في تعزيز صحتك ويبث شعور السعادة في نفسك. كيف ذلك؟ عنوان لموقع الدي دبليو الألماني: إن أردت أن تكون سعيدا ساعد الآخرين. هناك مثل صيني يقول: إذا أردت السعادة لمدة ساعة خذ قيلولة، وإذا أردت السعادة لمدة يوم كامل اذهب لصيد السمك. إذا أردت السعادة لمدة عام تحتاج إلى ثروة، أما إذا أردت السعادة لمدى الحياة ساعد شخصا ما. وقد أظهرت الدراسات إلى جانب التجارب الإنسانية أن مساعدة الآخرين تؤدي إلى تخفيف القلق والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون في جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة أن تقديم الدعم والمساعدة للآخرين من شأنه أن ينشط مسارا عصبيا في الدماغ يعزز من صحتنا، إذ يقوم هذا السلوك بتنشيط منطقة الدماغ التي كانت مرتبطة سابقا بالرعاية الأبوية، في نفس الوقت يقلل النشاط في اللوزة الدماغية وهي البنية الدماغية التي ترتبط بالاستجابات للضغوط والتوتر. احتشد متظاهرون لليوم السادس على التوالي في العديد من المدن الأمريكية، ويعنون موقع شبكة البي بي سي:
وفاة جورج فلويد، مظاهرات وأعمال عنف في مدن أمريكية رغم فرض حظر التجوال. قال الموقع أنه تم فرض حظر التجوال في أكثر من 20 مدينة في محاولة لوقف العنف الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، فيما أضرمت النيران في سيارات تابعة للشرطة ونهبت محال تجارية في فالديلفيا، وتسجل وتسجيل مصور لقناتين تلفزيونيتين في فالديلفيا أظهر شبابا يحطمون عددا من سيارات الشرطة وينهبون المتاجر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة له: القانون والنظام في فالديلفيا يخرق الآن، إنهم ينهبون المحال التجارية، استدعوا حرسنا الوطني العظيم. واحتشد المتظاهرون في عدد من الأماكن في مختلف الولايات، فيما جرى نشر نحو 5000 من قوات الحرس الوطني في مناطق متفرقة. وأشعل مقتل جورج فلويد الغضب الأمريكي إزاء معاملة الشرطة للمواطنين السود بعد حوادث مماثلة شهدت اهتماما واسعا، وهو ما أدى إلى ظهور حركة حياة السود مهمة. هذه المرة سنشاهد من صحيفة القدس العربي صورا للمظاهرات العنيفة في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة رجل أسود أثناء اعتقال الشرطة له في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا في وسط غرب الولايات المتحدة رغم حظر التجوال الذي فرضته السلطات الأمريكية. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. وبهذه الرسومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.